بتهيألي يمكن هاي هي هذا المكان هو دوار النعيم، المكان اللي علقوا نعم الرؤوس نعم على نعم الحديد الحاد، يمكن شايفينه. نعم نعم نعم. اتفضل أخت ميسان. للأسف نعم نعم للأسف. يعني حقيقة هن ما خلوا أي قناة تدخل، نحن سمحوا لنا لأنه المدينة لا تحتاج إلى أي شيء، يعني إذا صورنا ونقلنا وبعتنا وما كان في صلوات تطرد هيدا الروح المضادة. شو الفائدة من أنه نحن نصور ولا نرسل لمحطات ولا نقول أنه المدينة مدمرة؟ مشان هيك نحن كانت واسطنا يسوع، نشكر الرب أنه قدرنا ندخل ونصلي فعلا لحتى نكون نور، نور حقيقي بوسط هيدي المدينة المنكوبة. ومثل ما حكيت قبل شوي شفنا النتائج، أنه كان في احتفال عيد الميلاد بعد شهر بالكنيسة المهدومة، وارتفع الصليب ودقت أجراس الكنائس في المدينة، ونشكر الرب اليوم بلشت الناس ترمم بيوتها وبدها ترجع على المدينة. فنحن نطلب سي سيزار من كل المشاهدين يضلوا مستمرين بالصلاة من أجل مدينة الرقة ومن أجل سوريا بشكل عام.